أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة أوضاع الصحفيين في اليمن منذ بدء الحرب والانتهاكات التي لحقت بهم. أعلنت 28 منظمة حقوقية تضامنها مع كافة الصحفيين اليمنيين في ذكرى يوم الصحافة اليمنية 9 يونيو، وقالت في بيان لها أن الصحفيين يتعرضون للملاحقة والتشريد والاختطاف والانتهاكات الخطيرة، مطالبة بسرعة صرف مرتبات الصحفيين وتسوية أوضاعهم. وأشار البيان إلى أن اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية في ظل الصراع الدامي، ويشهد حالة غير مسبوقة من القمع وهدر الحقوق والحريات، داعية للإفراج الفوري عن الصحفيين كافة دون قيد أو شرط، ومساءلة المتورطين في تعذيب وقتل الصحفيين وتقديمهم للعدالة. يأتي هذا بالتزامن مع يوم الصحافة اليمنية والبيان الذي أصدرته نقابة الصحفيين اليمنيين وتناولت فيه أوضاع الصحفيين والانتهاكات بحقهم. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أوضاع الصحفيين اليمنيين والانتهاكات التي يتعرضون لها وسبل حمايتهم، وما هو الدور الذي لعبته نقابة الصحفيين اليمنيين واتحادات الصحافة العربية والدولية بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن. قبل النقاش نشاهد التقرير. القبضة الحديدية على الصحفيين لا تزال مستمرة منذ 6 سنوات. بيان جديد لنقابة الصحفيين اليمنيين أكدت فيه على أن وضع الصحافة اليمنية شديد الخطورة وبالغ الصعوبة. البيان الذي صدر بمناسبة يوم الصحافة اليمنية الذي يوافق 9 يونيو من كل عام، قال إن نضالات الصحفيين اليمنيين للدفاع عن قيم الحرية والتعدد ستستمر حتى إيقاف العنف الممنهج ضد حرية الكلمة والتعبير واحترام حرية الرأي والرأي الآخر. كان الوسط الصحفي قد شهد عنفاً كبيراً ضد مؤسساته والعاملين فيه منذ انقلاب سبتمبر 2014 الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وارتكبت ميليشيا الحوثي بحق الصحافة جرائم الاعتقال والاختطاف والقتل، ولا يزال 16 صحفياً رهينة أحكام إعدام وصفتها نقابة الصحفيين بأنها سياسية ظالمة، متهمة الميليشيا برفض أحكام قضائية قضت بالإفراج عن صحفيين آخرين مختطفين في سجونها، في الوقت الذي لا يزال فيه صحفيان اثنان قابعين في سجون حكومية في مأربة وحضرموت، وصحفي آخر مغيبا من قبل تنظيم القاعدة منذ 2015. موجة العنف تجاه الصحفيين تتوسع بحسب بيان النقابة في كل مناطق اليمن نتيجة غياب مؤسسات الدولة الحقيقية، ما أدى إلى الاستمرار في الاعتداء على الصحفيين، كان آخرهم نبيل القعيطي في عدن، ليصل عدد الصحفيين الشهداء منذ 2014 إلى 38 شهيداً. ملاحقة وتشريد واختطاف وانتهاكات جسيمة تطال الصحفيين اليمنيين، جعلت 28 منظمة حقوقية تعلن تضامنها معهم، مطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين وإطلاق رواتبهم. وأكدت المنظمات في بيان لها أن معاناة الصحفيين بسبب سعيهم لحماية حق الناس في الوصول إلى المعلومة. وينضم إلينا من سويسرا عضو مجلس نقابة الصحفيين الأستاذ نبيل الأسيدي. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. أستاذ نبيل، كان لكم بيان عن أوضاع الصحفيين في اليمن، لو نعاود الحديث عن أبرز ما جاء فيه. اولا نهني الصحفيين في يوم الصحافه اليمني، وهو يوم وحده النقابتين، النقابه في الشمال والنقابه في الجنوب، واعتبر يوما للصحافه اليمنيه، ويحتفل به من قبل النقابه كل عام. لكن هذه السنوات الاخيره نحن للاسف لا نحتفل الا بالوقع، ولا نحتفل الا بالانتهاكات، ولا نحتفل الا بالاختطافات والقتل والاعتقالات والتشريد وغيرها من السلسلة الطويلة من الانتهاكات في حق الصحافة والصحفيين. مقالة الصحفيين ركزت هذا العام على ضحايا الصحافة والصحفيين الذين وصلوا إلى 38 صحفيا، وهناك طبعا نحب أن نشير إلى أكثر من 100 حالة شروع في قتل الصحفيين مورشت خلال هذه الأعوام، وهذا رقم مخيف جدا، بعضها من جهات مجهولة أيضا. الأمر الآخر الذي ركزت عليه
هو تعنت الجماعات أو الأطراف المتعددة في الإفراج عن الصحفيين، وبالذات جماعة الميليشيات الحوثي التي ترفض حتى الآن الإفراج حتى عن الزملاء الصحفيين الذين أمرت المحكمة بالإفراج عنهم. المحكمة الحوثية التي أمرت بالإفراج عنهم ما زالوا يرفضون عن الإفراج عن من أمرت المحكمة بالإفراج عنهم. هذا تعنت واضح، هو يراد الابتزاز السياسي ويراد استخدام ورقة الصحفيين كورقة سياسية كما عهدتها جماعة الحوثية. يعني هي تختطف الصحفيين من منازلهم من مقر أعمالهم والناشطين حتى من الشارع وبتبادلهم بأسرى، وهذه بأسرى حرب وبمقاتلين. هذه سياستها في ذلك السياق. وفي المقابل هناك فشل ذريع وخذلان ذريع من جهتين رئيسيتين، هي الحكومة الشرعية التي تخلت عن واجبها الحقيقي أمام الصحفيين من خلال أيضا قطع رواتبهم، قطع رواتب الصحفيين منذ 4 أعوام بحجة أنهم يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويبررون بأن هذا القطع الرواتب بسبب عدم توريد الأموال. هذه ليست مشكلة الصحفيين، هذه مشكلة الدولة، مشكلة يعني ما تقوم به الدولة لا يختلف تماما عن ما تقوم به ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي تقتل الصحفيين بالاختطاف وبالاعتقال وبالقتل وبالشروع بالقتل وبكافة الانتهاكات، والحكومة أيضا تقتلهم بالتجويع بالفاقة بالحرمان من الرواتب. هذا مسألة حق دستوري والدولة ملزمة به لأنها ليست ميليشيات. الأمر الآخر الذي طرحته نقابة الصحفيين هي مسألة التضامن ومواصلة تعزيز التضامن ومبادئ الحرية الصحفية. لنكون واقعيين، نحن الآن لم نعد صراحة لم نعد نريد الحرية الصحفية، بل نريد حق الصحفيين في الحياة، بل نريد حق الصحفيين في الحماية، حق الصحفيين في حرية التنقل، الحقوق الإنسانية، حق الصحفيين في الحصول على لقمة العيش من أجله ومن أجل أولاده. نحن نبحث عن الحقوق الأساسية. ما حدث للحريات الصحفية من تدمير ممنهج خلال فترة الحرب قضى على كل الهامش أو ما كان ما يوجد من هامش للحرية الصحفية في اليمن. خلال عقود طويلة من ثلثي عقد من الزمن، ثلثي قرن من الزمن حينما بدأت الصحافة الحرة في الخمسينات والستينات في عدن وإلى بداية الستينات وأيضا في صنعاء بعد الوحدة إلى عام 94 والهامش الأخير الذي كان متواجدا في مرحلة الثورة الشبابية وإلى منتصف مرحلة حكومة الوفاق. بعد ذلك هناك تدمير ممنهج، كل الأطراف ساهمت، وإن كانت لميليشيات الحوثي اليد الطولة والبط الأعلى في الحريات الصحفية في انتهاك ضد الحريات الصحفية. نحن الآن طيب أستاذ نبيل تقول أن اليوم التركيز الآن على الحصول على حق الصحفيين في الحياة وحمايتهم، ما هي برأيك السبل الكفيلة اليوم لحماية الصحفيين؟ طبعا للأسف خياراتنا كصحفيين محدودة أمام ميليشيات وأمام جماعات مسلحة لا تعترف لا بالقانون ولا بالمواثيق ولا حتى بالاتفاقيات، في ظل أيضا سيطرة متعددة الأطراف على الأرض. الصحفيين في صنعاء، في تعز، في عدن، في حضرموت، في شبوة، في مارب، كثير من الأطراف مسيطرة على هذه الأرض. ربما تكون الأفضل بالنسبة للصحفيين هي المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية بشكل أو بآخر، ولو أن هناك انتهاكات تمارس في حق الصحفيين مثلا في حضرموت وفي حق الصحفيين في شبوة وفي حق الصحفيين في مارب، هناك انتهاكات، ولكن نحاول الضغط على الحكومة ويتم حلها. ورغم أن هناك ما زال صحفي في حضرموت وما زال صحفي في مارب، لكن هناك أيضا جماعة مسلحة في تعز وهناك جماعة مسلحة في عدن وهناك أيضا الميليشيات المعروفة وهناك أيضا الساحل الغربي الذي هو أشبه بالقطاع المنفصل، وهناك انتهاكات مورسة ضد الصحفيين ممن يخالفون الجماعة المسلحة على تلك المنطقة. بالتالي خياراتنا أصبحت معدودة ومحدودة جدا. لابد أن نتكاتف، أن نعزز مبدأ التضامن، أن نحمي أنفسنا ذاتيا على الصحفيين أن يحموا أنفسهم ذاتيا.
على الصحفيين ايضا الذين يغطون المعارك الا ينصاعوا لاوامر القنوات التي تبحث عن السبق الصحفي او قاده الحرب الذين يريدون ان يصوروا انتصاراتهم وما الى ذلك ويقدموهم الى الصفوف الاماميه كما حدث في تعز وكما حدث في اكثر من جهه. يتم تقديم الصحفيين للتصوير قبل تمشيط هذه تلك الجهات. طيب استاذ نبيل، اذا خيارات الصحفيين اليوم محدوده، بالنسبه للمنظمات والاتحادات الصحفيه الدوليه والعربيه كيف يمكن او نقيم دورها في تجاه الصحفيين اليمنيين؟ نحن نقسم المنظمات الدولية وفق التفاعل والتعاطي إلى أكثر من فئة. هناك الفئة طبعا مع لابد من توضيح أن المنظمات المجتمع الدولي العاملة في مجال الحقوق والحريات والحريات الصحفية وبما فيها من النقابات العالمية ونقابة الصحفيين اليمنيين هي نقابات ذات طابع مدني وذات طابع ضغط، أدواتها أدوات الضغط والتوثيق والرفض والإصدار البيانات ورفض الانتهاكات ومطالبة الحكومات. طبعا هذه نواجه، نحن من نخاطب؟ لا نستطيع مخاطبة الميليشيات لأن المنظمة يعني لا تتعامل مع ميليشيات أو جهات خارجة عن القانون، هذا واحد. وبالتالي أنه دورها يكون في عمل الضغط وليس أدوات تنفيذية. الأمر الآخر وهو المهم جدا، الخذلان، هناك منظمات خذلت الصحفيين وخذلت يعني طموحاتهم وأيضا خذلت حتى مبدأ الحماية ومبدأ الحقوق والمبدأ التي قامت عليه تلك المنظمات على رأسها الأمم المتحدة التي خذلت ربما كانت الموضوع الرئيسي في الخذلان، لأنها من خلال مبعوثها الدولي ومن خلال منظماتها الدولية لم تقم بأي فعل حقيقي إزاء الصحافة والصحفيين، بل أنها أصبحت ربما غطاء لتلك الانتهاكات. لم تذكر المبعوث الأممي، لم يذكر في تقرير في إحاطاته الدائمة، لم يذكر موضوع الصحفيين سوى مرتين وفي سطرين فقط، بينما قرارات الإعدام بحق الصحفيين لم يتم مناقشتها ولم يتم إدانتها ولا. وتواصلنا مع المكتب، وأنا أقول هذه المعلومة، تواصلنا مع مكتب المبعوث وأرسلنا له كل المعلومات ووعدونا في بداية الأمر، ولكنهم رفضوا بعدين ألغوا فكرة إدانة أو التضامن أو إلى ذلك بحجة بأنه لدينا وسائل ضغط على جماعة الحوثي بطرق مختلفة. الهدف الرئيسي هو ألا نغضب هذه الجماعة أو الجماعات الأخرى المنتهكة للحريات الصحفية، لأن الهدف الرئيسي ما يريده المبعوث الدولي هو صورة تجميلية بأنه استطاع أن يجمع فرقاء الحرب على طاولة، ولطالما جمعهم على طاولة خرجت بإعادة إنتاج الحرب من جديد. وبالتالي هو يعتقد بأنه مجرد بقائه في هذا المنصب وإطالته بأن يجمعهم ويكفيه، وليس هناك هدف آخر، وسوف يجمعهم وستنتهي المفاوضات كما انتهت من قبل. ولكن بالعودة إلى موضوع الصحفيين، أيضا المقرر الخاص المعني بالحقوق والحريات الصحفية المعني بحرية الرأي والتعبير ضمن آلياته وضمن اللائحة الداخلية للمقرر بأنه يزور بلدا متضررا من الحرية الصحفية كل عام، وبالتالي قدمت له أكثر من دعوة من نقابة الصحفيين ووعد ولم يفي بذلك بحجة أن اليمن بلد مخاطر. أيضا الحكومة الشرعية لا زالت ترفض حتى الآن استقبال الصحفيين أو المنظمات المعنية بالحرية الصحفية بحجة عدم استطاعتنا الحماية أو بحجة أخرى مخفية بأنه لا نستطيع إلزامهم بعدم الذهاب إلى المناطق التي تسيطر على الحوثي، وبالتالي قد يرون رأيا آخر أو قد يكون للحوثيين رأي يؤثر عليهم، وبالتالي أشكرك. كثير من المقاور الصحفيين هم الضحايا في هذه النتيجة. شكرا جزيلا لك نبيل السيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، كنت معنا من سويسرا. وينضم لنا من مأرب الصحفي حسين الصوفي. أهلا بك أستاذ نبيل. حسين، أهلا وسهلا بكم. أستاذ حسين، لو تقيم لنا اليوم وضع الزملاء الصحفيين في الداخل. شكرا جزيلا لكم، أحييكم وأيضا أحيي كل الزملاء في كل مكان في الداخل والخارج، ومن أمل أن تكون أن يأتي العام القادم والذكرى القادمة والوضع بحال بافضل من هذا الحال. طبعا دعني اشكر الاستاذ نبيل العسيدي على ما تفضل به،
كانت المعلومات التي تحدث بها خصوصا في الأخير كانت معلومات مهمة، أعتقد أنه يمكننا البناء عليها. إجابة على سؤالك أستاذ سامي، الوضع في الداخل يمكن أشار إليه الأستاذ نبيل، هو لا يزال وضع الصحفيين بالغ المأساوية ومن سيء إلى أسوأ. ربما أبرز قضية مؤرقة للصحفيين هي وضع زملائنا المختطفين الذين يعانون بشكل كبير جدا، ووضعهم سيء جدا، وضعهم مأساوي، هناك تعذيب مستمر وتعذيب وحشي، في لم يتم مراعاة لا مناسبة دينية ولا شهر رمضان ولا الأعياد، ولا يعني لم يتم أيضا تقديم أو حتى فتح مجال لأسرهم لزيارتهم، وأيضا هناك الوضع خطير جدا صحيا في صنعاء وفي كثير من المحافظات، لكن لا يزال زملاؤنا في وضع مغيب، لا ندري عن وضعهم الصحي أو النفسي، وأيضا أسرهم يعانون، والصحفيين في كل مكان أيضا بين المحافظات أعمال يعني أوضاعهم سيئة جدا، هناك من يتعرض للاغتيال كما حدث مع الزميل نبيل الطعيطي، وهناك من يتعرض للتهديد، وهناك أيضا من يعني العمل سيء، وهناك مغامرة كبيرة تحيط بالصحفيين في كل مكان. طيب هذه التحديات من هم في الداخل؟ كيف تتعاملون وتتعاطون مع هذه التحديات المفروضة عليكم؟ هو أشبه بأن تعبر حقول ألغام، أحيانا قد تجتازه بشكل يعني بمعجزة، وقد ينفجر في وجهك، وقد تفقد عزيزا، قد يصطاد القناص صحفيا، وقد يقتطف هنا، وقد يتم إيذاؤه، يعني لا يزال الصحفي في وضع كارثي، وكما قال الأستاذ نبيل فعلا لم يعد ربما سقف الصحفيين اليوم، لم تعد أحيانا المطالبة بحق الحصول على المعلومة أو تحسين وضع الصحفي، إنما الآن تنازل الصحفيون إلى أن وصلوا الآن يطالبون بحق الحياة، يعني أبسط الحقوق التي ربما هي أبجديات الحقوق للإنسان، كالحياة، كالخروج من السجن، كعدم ملاحقته وتهديده بنفسه أو بأهله. طيب نرحب ايضا بضيفنا من الرياض الاستاذ الصحفي والناشط الحقوقي يوسف ابو راس، اهلا بك استاذ يوسف. شكرا جزيلا، بس تعريف بسيط، انا ناشط حقوقي ولست صحفيا. ناشط حقوقي. اعمل مع كثير منظمات في مجال حقوق الانسان. اهلا بك. شكرا للاستضافه. اهلا بك استاذ يوسف. طيب لو نتحدث بدايه عن السبل الكفيله بحمايه الصحفيين برايك. أخي الأستاذ السيدي نبيل السيدي تطرق إلى كثير من الآليات، خاصة نتطلب جانب المنظمات الدولية والنقابة الخاصة بالصحفيين، سواء كانت المحلية أو الإقليمية أو الدولية. إحنا في جانب المجتمع المدني دورنا أيضا كما ذكر الأخ نبيل، دورنا ينحصر في المناصرة وفي تشكيل حملات توعية وضغط اتجاه الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين. على سبيل المثال احنا في تحالف وسط اصدرنا عدد من التقارير خاصه بالصحفيين الذين تم وضعهم في الدروع البشريه كالعيزري والقابل، كذلك الصحفي الذي قتل اثناء بعد اطلاق سراح الابتزاز انور الركن. نظمنا فعاليات في هذا الجانب ايضا تسلط الضوء على انتهاكات الصحفيين في كثير من المدن في جنيف تحديدا على هامش مجلس حقوق الانسان. دورنا في هذا نحصل في هذا الاطار، للاسف الشديد نحن كمجتمع مدني لا نستطيع ان ننهض بهذا العمل في الدفاع عن حقوق الانسان تجاه الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان بشكل عام بدون ان يكون لنا رافع، الرافع هذا يتمثل رافع اخر يتمثل في قيام الدوله بمهامها والحكومه بمهامها من مختلف الوزارات، سواء كانت الخارجيه او حقوق الانسان او الوزارات الاخرى المعنيه. عبر تكثيف الضغط والتواصل مع الجهات الامميه الامم المتحده وغيرها. للاسف الشديد ايضا كما ذكر الاخ نبيل دور المبعوث دور كان محبط للغايه. الصحفيين يعانون في كافه المناطق بالاخص مناطق الحوثيين، صدرت عليهم احكام بالاعدام واحكام باطلاق سراحهم لم تنفذ من نفس المحكمه التي يسيطر على الحوثيين والتي لا نسميها محكمه لانها تجاوز اصطلاحا باعتبار انها قوة غير شرعية، فبالتالي كل ما يصدر عنها غير شرعي. طيب ما البدائل او ماذا بيد الصحفيين فعله في ظل استمرار حالة هذه الخذلان من قبل المنظمة الدولية التي اشرت اليها وتحدث بها ايضا الاستاذ نبيل السيدي؟ والله
والله كما ذكرت ليس امامنا يبغى نستمر في هذا العمل في هذه المناصره والضغط الضغط بقوه اكثر من جانب المجتمع المدني. في النهايه احنا نسلط الضوء على هذه القضايا وتاثيرنا قد يكون محدود في النهايه، احنا منظمات مجتمع مدني محليه لكن لدينا شراكات دوليه صحيح، ولكن في النهايه لابد ان تلعب الحكومه دورا اكبر في هذا الجانب. اذا فشلت الحكومه في توفير الحمايه المحليه فلتلجأ الحمايه الدوليه. الحمايه الدوليه هناك عده جهات معنيه بهذا الجانب، المقرر الخاص بحريه الراي والتعبير، مقررين الخواص معين بحقوق الانسان. احنا كما ذكرت رفعنا تقارير لهؤلاء المقررين الخواص، لكن في النهايه ما لم يكن هنالك دور فعال لحكومه اليمن او وزاره حقوق الانسان تحديدا في مجلس حقوق الانسان فلا جد من هذه التقارير. يعني احنا رفعنا الحالات هذه عبر مقررين الخواص ووردت في تقاريرهم. طيب اين وجود الحكومه في هذه المنابر الدوليه؟ لابد ان ترفع بهذا الجانب، اين دورها في 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 مراجعه دور المبعوث الامين العام المتحده والضغط؟ الان اليوم تقريبا الحوثيين ضغطوا لاستبدال او لاقاله مندوب المفوضيه السلام لحقوق الانسان دكتور العبيد ونجحوا في ذلك. الان بسبب ضغوط حوثيه، اين دور الحكومه من هذا العمل؟ يعني للاسف الشديد المجتمع المدني لا يستطيع ان يطير بجناح واحد، بل تكون لدينا حكومه فاعله ولها وجود دبلوماسي وسياسي وفعال في كافه المنابر الدوليه. أشكرك جزيلا أستاذ يوسف أبو راس عضو التحالف رصد، كنت معنا من الرياض، وأعود للأستاذ حسين الصوفي من مارب. كيف يمكن تفعيل دور الحكومة في الضغط على المنظمات الخارجية لدفع بقضايا الصحفيين برأيك أستاذ حسين؟ دعني ربما أنتقل إلى النقطة الجوهرية اليوم. يعني لو أعدنا توصيف الوضع الآن بعد 5 سنوات كما ذكر الأستاذ نبيل الأسيدي الآن أن 9 يونيو مثلا من كل عام هو يأتي باحتفاء الصحفيين، يأتي بمناسبة توحيد النقابتين، أضيف له سبب آخر في هذه الفترة أنه هو يوم اختطاف الزملاء 9. اليوم مضى على الزملاء 5 أعوام ويوم، يعني إلى أمس أكملوا 5 أعوام. لو أعدنا تقييم العمل في خلال 5 الأعوام ربما في تقارير مراسلون بلا حدود وايضا هيومن رايتس ووتش في اكثر من تقريرين او بيانين لهما وصفا بان الحوثيين يتخذون الصحفيين رهائن. هذا التوصيف هو التوصيف الحقيقي اليوم. يعني الحوثيون يتخذون الصحفيين رهائن. اذا اليوم بعد 5 سنوات يجب علينا ان نعيد التعامل مع هذه القضيه، يجب علينا ان نقف عند هذا التوصيف وقفه حقيقيه. اليوم لماذا يعني الصحفيون موجودون في السجون؟ بسبب انهم يتخذونهم رهائن لانتزاع مكاسب سياسيه، تماما كما لو ان مجموعه من العصابات المسلحه مثلا اختطفت طائره او حاصرت ملهى ليلي واتخذتهم رهائن كما فعلت في موسكو مثلا او في باريس في احدى المرات او في كثير من الاختطافات. اذا اليوم المبعوث الاممي للاسف الشديد هو يشرع لهذه الجريمه، لجريمه اختطاف الصحفيين واتخاذهم رهائن، وهو الذي يعطي غطاء للحوثيين بفعلتهم هذه لهذا الانتهاك الخطير والتي يوصفه القانون الدولي بانها جريمه حرب او وجريمه ضد الانسانيه، هكذا يوصفها القانون الدولي. حضور الصحفيين في اتفاق التبادل الذي يسمى باتفاق التبادل وتوقيع الحكومة هو أيضا انتهاك خطير أيضا وشرعنا لإعطاء هذه العصابة التي تتخذ من الصحفيين ومن المدنيين الرهائن إعطائها ما تريد. يعني ضغطت بهؤلاء الرهائن وانتزعت حقوق وانتزعت مطالب سياسية، وبالتالي هنا الخطورة. اليوم دورنا نحن اليوم أن نرفع سقفنا، أن نحدد البوصلة. اليوم من الذي يعرقل ملف الصحفيين؟ من الذي يقدم الغطاء لهذه الميليشيا؟ من الذي لم ربما في الضغط الأخير بعد 11 أبريل كان هناك ضغطا كبيرا، يعني كل الصحفيين الفرنسيين بلا استثناء ربما وعبر ممثليهم عبر نقابة الصحفيين الفرنسيين وثلاث نقابات تمثل كل الصحفيين الفرنسيين قاموا بعمل مهم وجبار، وكذلك ايضا الاتحاد الدولي للصحفيين بعد 11 ابريل بعد اصدار قرار الاعدام بحق الصحفيين، وخاطبوا وزير الخارجيه الفرنسي وخاطبوا المبعوث الاممي وخاطبوا الامم المتحده، وكان هناك ضغط كبير وضغط مهول حتى ان هناك بيانات صدرت للحكومات كالخارجيه الامريكيه مثلا وبريطانيا. من الذي عطل هذه الضغوطات وظلل الراي العام؟ الذي ظلل الراي العام كان هو المبعوث الاممي بتغريده قال ان الصحفيين في طريق ملفهم في طريقهم الى الحل ولم يحدث شيء.
وبالتالي اليوم يجب على الصحفيين أن يعيدوا تعريف القضية. اليوم على يجب أو أمامنا مهمة جديدة اليوم بأن نتضامن مع أو نضم صوتنا إلى أصوات مراسلون بلا حدود وإلى هيومن رايتس ووتش، وأن نعيد تعريف القضية بأن ما يتم هو اتخاذ الصحفيين الرهائن من أجل تحقيق مكاسب سياسية، والمبعوث الأممي هو الذي يقدم الغطاء لهذه الميليشيا التي تقتل الصحفيين وتختطفهم. ويجب على المجتمع، على الوسط الإعلامي والصحفي في الداخل والخارج، أن يتجه بهذا الاتجاه. اليوم يجب أن نسدد البوصلة باتجاه المبعوث، لأنه هو الذي يشرعن لهذه الجريمة، جريمة الجريمة ضد الإنسانية باتخاذ الصحفيين الرهائن، وشرعنا لأعمال الميليشيا للخط والقتل. هو الذي ربما لم يحس الصليب الأحمر الدولي، لم يقوم حتى بتنفيذ زيارة واحدة في صنعاء، وربما لا 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 يعني لا يبعد مكتب الصليب الأحمر عن سجن الأمن السياسي سوى بضعة أمتار ومسافات بسيطة. يعني هناك وضع غير مفهوم، هناك غطاء واضح وانحياز كامل، هناك شرعنة لما تقوم به ميليشيا الحوثي وأيضا الجماعة المسلحة غيرها من انتهاك الحريات الصحفية وحق الإنسان. وبالتالي اليوم المسؤولية تقتضي أن نرفع السقف وأن نحدد اليوم من الذي يعيق عمل أو الضغوط الرأي العام وأيضا المنظمات الدولية المهتمة بحق الإنسان وبحرية الصحافة. أشكرك جزيلا من مأرب صحفي حسين الصوفي، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج، كونوا بخير.